أهلا بكم إلى هذه الحلقة من مستقبل الطاقة، وهذه ملفاتنا. أوبك تتوقع ارتفاع الطلب على النفط بأكثر من 4 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2024. ومنتدى الطاقة العالمي يحذر من عودة التنافس على الغاز بين آسيا وأوروبا هذا الشتاء. الأجواء تتغير في أسواق النفط بعد أشهر ثقيلة خيمت عليها مخاوف الركود وضعف الطلب، والتي دفعت الأسعار هبوطاً إلى مستويات ما قبل الحرب الأوكرانية. وهذا دفع أوبيك بلس إلى اتخاذ خطوات متتالية، آخرها تعديل حصص الإنتاج في اجتماع الرابع من يونيو، وثم قرار السعودية مطلع هذا الشهر بتمديد الخفض التطوعي الإضافي البالغ مليون برميل ليشمل أغسطس، وكذلك قرار روسيا تخفيض صادراتها طوعاً بنصف مليون برميل يومياً. لكن الأجواء بدأت تتغير، ويمكن ملاحظة زخم مختلف في توقعات الطلب لما تبقى من العام وللعام المقبل. اليوم صدرت توقعات جديدة من أهم جهتين يترقب العالم تقاريرهما الشهرية، وهما أوبك ووكالة الطاقة الدولية. وعلى الرغم من الاختلاف الواضح بين منهجية المؤسستين، إلا أنهما تلتقيان على توقعات نمو قوي للطلب في الأرباع المقبلة. توقعات العام الحالي تبدو متقاربة، 100 ومليوني برميل يومياً معدل الطلب في توقعات أوبك، مقابل 102.1 مليون برميل يومياً في تقرير وكالة الطاقة الدولية. وفي الحالتين نتحدث عن مستوى قياسي جديد للطلب على النفط، لكن الاختلاف يبرز في توقعات 2024. أوبك تتوقع نمو الطلب بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، بينما تتوقع وكالة الطاقة يرتفع الطلب بمليون ومائة ألف برميل يومياً. بالتالي تتوقع أوبك أن يكون معدل الطلب في 2024 نحو 104.250 مليون برميل يومياً، فيما تتوقع وكالة الطاقة يكون في حدود 103.200 مليون برميل يومياً. لكن التاريخ يميل لصالح أوبك في دقة التوقعات. اللافت في توقعات أوبك أن الطلب سيرتفع من 101.2 مليون برميل يومياً في الربع الثاني إلى 103.200 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام الحالي، ثم إلى 105.300 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام المقبل. أي أن الطلب سيرتفع بنحو مليوني برميل من الآن حتى نهاية العام، وبأكثر من 4 ملايين برميل من الآن وحتى نهاية العام المقبل. فهل في العالم ما يكفي من النفط لتلبية هذه الزيادة المتوقعة؟ تقديرات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن الإنتاج العالمي ارتفع بنصف مليون برميل يومياً في يونيو، ليصل إلى 101.8 مليون برميل يومياً. لكن هذا قبل سريان التخفيضات الأخيرة السعودية بمليون برميل يومياً اعتباراً من مطلع يوليو. أما في 2024 فتتوقع وكالة الطاقة أن يصل معدل الإنتاج العالمي إلى 102.8 مليون برميل يومياً، ما يعني أنه سيكون هناك عجز في المعروض حتى في أكثر التوقعات تحفظاً للطلب العالمي. المهم هو مقدار الطاقة الإنتاجية الفائضة، وهنا سيكون للسعودية الدور الأكبر في حماية السوق من التقلبات الحادة. We'll be right back.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الخبر نايف الدندني، خبير في استراتيجيات الطاقة. أهلا وسهلا بك نايف. على الرغم من الاختلاف بين أوبك ووكالة الطاقة، إلا أن كلتا الجهتين تتوقعان رقما متقاربا لمعدل الطلب العالمي على النفط للعام الحالي بأكمله، والأهم الإجماع على ارتفاع الطلب بقوة حتى نهاية العام بزيادة 2 مليون برميل يوميا تقريبا على المستويات الحالية. فكيف ترى توجه الأسعار في النصف الثاني من السنة في ضوء هذه التوقعات؟ يمكن في عز التشاؤم في أسواق النفط في الربع الثاني ونهاية الربع الثالث، كنا نقول إنه في بداية الربع الثالث ستتغير بعض أجزاء المعادلة في أسواق النفط بسبب ارتفاع الطلب وبسبب تنامي الطلب في هذا الموسم، موسم الرحلات الطويلة وموسم انتعاش السفر. لا زلنا الآن أظن أنه في بداية هذا النمو على الطلب في الربع الثالث، وأظن أنه سنشهد مزيد من النمو في الربع الرابع بناء على كل المعطيات، رغم كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي، رغم كل التحديات التي واجهها الاقتصاد الصيني. هذا مدفوع الحقيقة بشح في الإمدادات وتقييد، أو خلينا نقول تقييد في الإمدادات بسبب تخفيضات أوبك بلس الأخيرة، وبسبب من جهة تنامي الطلب على المنتجات والمشتقات البترولية في الربع الثالث والربع الرابع. نايف، هناك تباين في توقعات الطلب للعام المقبل، فأوبك تتوقع ارتفاع الطلب بنحو 2 مليون و200 ألف برميل يوميا، بينما تتوقع وكالة الطاقة زيادة بنحو 1 مليون و100 ألف برميل يوميا. ولكن إذا أخذنا أرقام أوبك، التوقعات أن يصل الطلب إلى أكثر من 105 ملايين برميل يوميا في الربع الأخير من العام المقبل، بينما لا يتجاوز الإنتاج العالمي اليوم 101 مليون برميل يوميا. فهل برأيك هناك ما يكفي من الطاقة الفائضة عالميا لمواجهة هذا الطلب؟ نعم، بالنسبة للتباين اللي صاير ما بين وكالة الطاقة الدولية وما بين أوبك بلس، الحقيقة دائم احنا نرى وكالة الطاقة الدولية أكثر تحفظا في موضوع الطلب المتنامي على النفط، وهذا تاريخيا. بالنسبة لأوبك، أوبك أقرب إلى الأسواق، منتجينها داخل الأسواق، والحقيقة يشعرون وما يسمى بحساسيتهم اتجاه ارتفاع الطلب وانخفاضه أكثر بسبب قربهم الشديد مع عملائهم ومع مستويات الإنتاج. هذا بالنسبة إلى التباين اللي حاصل ما بين وكالة الطاقة الدولية وما بين منظمة أوبك. بالنسبة لسؤالك الثاني عن موضوع هل يوجد لدينا من النفط ما يكفي للإمداد، الحقيقة نظريا نعم يوجد لدينا، بسبب أنه الآن في تخفيضات، يعني لا تخفيضات أوبك بلس وصلت إلى 3 مليون و600 ألف برميل من أكتوبر الماضي العام الماضي إلى هذا العام، وبالتالي نظريا 3 مليون و600 ألف هذه موجودة. ولكن يجب أن لا نغفل أن هناك المنتجين في منظمة أوبك ومجموعة أوبك بلس يعانون الكثير من الوصول إلى السعة الإنتاجية وإلى ما يسمى بالحصة الإنتاجية، فبالتالي ما لم تتدخل بعض الدول الكبيرة في الإنتاج مثل المملكة العربية السعودية التي لديها سعة إنتاجية وتعوض هذا النقص في الإنتاج لدى بعض المنتجين، تقنيا حنواجه مشكلة في الإمدادات. ولكن مثل ما ذكرت، 2024 قصدك نايف صح؟ في 2024 أو حتى في النصف الثاني من هذا العام إذا تطلب سعة إنتاجية أكبر، مثل ما ذكرت أنه 3 مليون احنا في من أكتوبر الماضي إلى الآن تم تقليص الإنتاج لدى منظمة لدى مجموعة أوبك بلس معدل 3 مليون و600 ألف. المفترض أنها نظريا أنها تعود للأسواق متى ما أرادت هذه المجموعة، ولكن مثل ما ذكرت أنه في تحديات تقنية لدى الكثير من منتجي النفط من ضمن مجموعة أوبك بلس، ليس لديهم المرونة للعودة بسرعة إلى مستويات الإنتاج السابقة.
وبالتالي يعني تبقى السعودية التي قد تلعب دور مهم في أسواق النفط، وبالتالي في ضوء هذه التوقعات ويعني آخر خطوة من السعودية لتمديد التخفيضات الطوعية لأغسطس، هل ترى حاجة لعودة هذا الانتاج السعودي إلى الأسواق في سبتمبر، أم أننا قد نجد أن السعودية ستمدد هذه التخفيضات؟ أظن أنه من المبكر بالنسبة للسعودية، طبعا هذا قرار تطوعي من المملكة العربية السعودية بسبب رؤيتها للأسواق وبسبب أنها أرادت توازن واستقرار الأسواق، ولكن أظن أنه عودة مثل هذه الكمية من براميل النفط بس بمجرد انتعاش الطلب أظن أنه مبكر في سبتمبر، وبكل تأكيد الأمر يعود إلى المملكة العربية السعودية إذا كانت تريد عودة مليون برميل. أنا أظن أنه ستختبر المملكة ستختبر بشكل أكبر الأسواق إلى أن تتأكد أن هناك توازن واستقرار، وهذه التنامي في الطلب sustainable مستدام ويعزز ما الإشارات الموجودة في الأسواق. أظن أنه سبتمبر ممكن الأرجح أن يحصل في استمرار الخفض التطوعي للمملكة العربية السعودية. في جانب المعروض هناك علامة استفهام دائمة حول مستويات الانتاج الروسي، خصوصا وأن جزءا كبيرا يتم تصديره عبر الأنابيب، وبالتالي من الصعب التحقق من كمياته، فهل تعتقد أن روسيا ستلتزم بالكشف عن بيانات انتاجها وصادراتها بدقة في الأشهر المقبلة؟ هو الآن بعد الاجتماع الأخير أعتقد أنه هناك مصادر مستقلة من وجهتها مجموعة أوبك بلس للتحقيق في مستويات الإنتاج الروسي، وبالتالي هذه الجهات المستقلة روسيا ستكون متعاونة معها. على فكرة احنا شفنا الإنتاج الروسي الآن بدأ ينتظم وبدأ يلامس معدلات الإنتاج المخصصة لها من قبل أوبك بلس، وبالتالي هذه أحد النتائج ارتفاع الأسعار تقييد الإنتاج الروسي كجزء من مجموعة أوبك بلس التي خفضت الإنتاج. ستكشف روسيا وحسب تصريحات المسؤولين ستكون متعاونة مع الجهات التي خصصتها أوبك بلس للتحقيق في مستويات إنتاجها ومستوى الامتثال لحصصها الإنتاجية المخصصة لها من أوبك بلس، وإحنا متوقعين تعاون كامل من روسيا في هذا الشأن. إذن نايف الدندني خبير في استراتيجيات الطاقة، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا اليوم، أهلا بك. نتوقف مع فاصل قصير، نتابع بعده مستقبل الطاقة. الطاقة المتجددة لن توفر أكثر من نصف المطلوب للأهداف المناخية بحسب منتدى الطاقة العالمي. شتاء دافئ مر على أوروبا وفر عليها الكثير من القلق من أزمة الطاقة، لكن الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي IEF جوزيف ماكمونيجل يتوقع أن يشهد سوق الغاز أن يشهد تنافسا عاليا في الشتاء المقبل بين آسيا وأوروبا، ويحذر من أي خطأ يمكن أن يتسبب بمشكلة كبيرة. لنتابع هذه المقابلة التي أجرتها الزميلة كارينا كامل في فيينا. Oh, I definitely think there's vulnerabilities, and I think the major vulnerability is we get complacent about the current situation. Yes, the inventories have been replenished. We've been fortunate with weather conditions not being so harsh, both on the cold and the heating side, or the hot side. But if anything goes wrong, you could have a serious problem this winter. And it's not just limited to this winter. I think it could be affecting multiple years forward. So I think the main thing is that we don't get complacent. I think the other big part here is that gas is now a global market. And so essentially, you've got parts of Asia competing with Europe, and Europe had been attracting a lot of the gas because the prices were high.
But now I think you see parts of Asia that are just going to have to compete as well. So there's going to be a lot of pressure on global gas markets, I think, this winter and I think for the next couple winters. من الملفات التي تناقش هنا هي مسألة الاستثمار سواء كان في الطاقة التقليدية أو الطاقة الجديدة، وفعليا زادت كثيرا الاستثمارات في الطاقة المتجددة في الفترة الأخيرة. ما هو برأيك الخليط المناسب لمعدل الاستثمارات في الجهتين كي يكون هناك ضمان لأمن الطاقة أو الـ energy security؟ I think we need greater investment all across the board. So we need even more, even with these record investments in renewables, we need even more because renewables has a very pivotal role to play in the transition. But having said that, we also need to make sure that we keep prices and volatility in check, and that requires investment in hydrocarbons. Yeah. And I know it may seem odd for the head of an international energy organization to be advocating for more investment in hydrocarbons, but I'm worried that if the public starts to connect high prices and volatility with the transition, our climate progress, we're going to be in big trouble and lose public support. And then we're undermined any kind of action on climate change. If we don't have the public support, it's not going to happen. And so therefore, I think just to meet demand, what we've said in our reports is that the world has to invest about $500 million, $500 billion a year just to meet demand, let alone expansions in population growth and changes in income in different parts of the world as lower class becomes middle class and wants vehicles and different luxuries in life. All of this requires a lot of energy, and so it's going to be important that we keep investing in oil and gas. And the other part of this is the IEF has this technology report that they updated in December. And essentially what it says is, it's a great synopsis of the energy transition and what's required. It says renewables, wind and solar and hydro and other clean energy can get us about halfway to meeting our climate goals. The other half has to come from new technologies that are not commercialized or even envisioned yet. Fusion would be one of them, certainly hydrogen, CCUS or two others. So until they are perfected and commercialized and cost competitive, we need to keep investing in oil and gas because there is no alternative right now. And so this is the reality of the situation. There's a lot of aspirational goals that are talked about with regard to the transition, but I think we have to deal in the real world. And the real world is we have to keep investing in hydrocarbons in order to keep making progress on climate change. وبالنسبة للخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وروسيا وغيرها من الدول لتمديد الخفض الطوعي أو اتخاذ إجراءات لخفض طوعي إضافي، كيف تقيم هذه الخطوة من ناحية أثرها على الأسعار هذه السنة أو على المدى القريب وفيما بعد؟ Well, I think the moves on the voluntary cuts by Saudi Arabia and Russia now are designed to impact the paper markets and sort of this negative sentiment weighing on markets that we're going to be in a recession and that will impact demand and demand will be reduced. And so that's what they're focused on. I think the fundamentals are quite strong and very healthy right now. And everyone is forecasting, even OPEC is forecasting much greater demand in the second half of this year. In terms of the cuts themselves, I mean, the Saudi cuts, I think, were widely anticipated. Not much has changed since the June date. The Russian one was a surprise, but I think it's being met with some healthy skepticism because they haven't really been so successful on their previous pledges. But this one is focused on exports. So it should be, for the most part, more trackable and verifiable. But remember, Russia is a big pipeline exporter, so some of that we're just never going to be able to see. But I think there'll be more educated estimates of what's going on. And if the market starts to see real cuts from Russia, that'll have an impact. And also the cuts that were announced in April by OPEC and these voluntary cuts by Saudi Arabia, you're going to start seeing that show up in reductions in inventory data. So this is going to be real hard data and evidence for the market that fundamentals are stronger. And look, I mean, even in China, there's been a lot of mixed reports on manufacturing data. But if you look at imports of oil and also demand in China, yes, it's not been meeting super high expectations, but it's still record highs. Same in India. India is sales of gasoline, diesel,
and natural gas are 10% above where they were a year ago, again soaring. So those two countries combined mean 2 more million barrels a day in demand the second half of this year. So we're going to be in a very tight situation. We have to, and I think the April meeting, the very special April meeting that was held, you know, OPEC is meeting twice a year now, but I think that shows that they're flexible. Yeah. So if they have to step in and do something, they'll do it. But there is this end of the year OPEC meeting. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من مستقبل الطاقة. شكرا للمتابعة. إلى اللقاء.